يا يا اه اها كملي امي صوري حالك السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا قبل ما نبداو الفيديو كاين واحد البرومو كود دابا حاليا الاصدقاء ديال طبطب سند، الناس اللي كانوا صيفطوا شحال هذا بهذا الكود هذا ديال باريك 123 كيف كنعرفوا عندهم الحق يستعملوا غير مره واحده هذا الكود. ودابا جبت لكم واحد كود اخر الاصدقاء اللي هو هذا دابا كيبان لكم باريك رمضان. تقدروا ديروا هاد جوج كودات هادو، يا باريك 123 كاول مره باغي تستعملوا، واللي ديجا مستعمل هذا الكود يدير عاوتاني هذا الكود اللي هو باريك رمضان اللي كيبان لكم دابا على الشاشه، او لا اول مره باغي تستعملهم بجوج غادي تكتبهم بجوجهم هاد الكودات غادي يعطيكم جوج المرات 5 اورو او لا 5 باوند او لا 5 دولار فابور تاخذوها ان شاء الله. هاد الكود هذا الاصدقاء ديال باريك رمضان راه صالح غير بمناسبه رمضان، من بعد رمضان راه غادي يوفى هاد الكود هذا، واللي غادي يبقى هو باريك 123. حاليا الا بغيتي تستغلوا هاد الفرصه هذه وتاخذوا 5 اورو زائد 5 اورو اخرى اللي هي 10 اورو تاخذوا ان شاء الله. بغيت المعلومات نكملوها دابا ان شاء الله. دابا غادي نشرح شنو هي لابليكاسيون هذه ان شاء الله، ولكن قبل بغيت نقول لكم بان دابا حاليا راه زاد دوله البرتغال يلاه تزاد جديده، وعما قريب غادي يزاد دول اخرين ان شاء الله. المهم الناس اللي مقيمين في هاد البلدان هادو هما اللي عندهم الحق يصيفطوا فلوس للمغرب، وكيف قلت لكم فابور ما تخلصوا عليهم حتى شي حاجه وحتى الصرف ما كيقطعوا لكم منه والو. زائد عندي لكم واحد الحاجه وهو كود برومو اللي هو باريك 123، الا حطيتوا هاد الكود هذا في هاد البلاصه هذه كتزادكم 5 اورو فوق هذاك الفلوس اللي صيفطتوا لذاك الشخص في المغرب. صيفطتي 5000 درهم كدير هذا الكود برومو كتزادك 5 اورو فوق هذاك 5000 درهم، يعني كتاخذ 5 اورو فابور كتزادكم الاصدقاء. وطريقه الارسال الاصدقاء سهله بزاف بزاف، اللي كتحتاج منكم وهي جوج الحوايج، السميه والكنيه الحقيقيه ديال هذاك الشخص اللي كاين في المغرب زائد نمره التليفون ديال هذاك الشخص اللي كاين في المغرب اللي باغي نصيفطوا ليه فلوس. فين كيستلم هذه الفلوس هذو كيمشي وكاله كاش بليس، عقلوا الاصدقاء كاش بليس، وكدي معاه غير البطاقه الوطنيه ديالو وكيستلم الفلوس ديالو في البلاصه. غير باش نذكركم الاصدقاء وهو الكود برومو باريك 123، الا درتو هذا الكود هذا راه كتزادكم 5 اورو فوق هذاك الفلوس اللي مصيفطين لهذاك السيد. بغيتوا اي معلومه الاصدقاء راه غادي تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف، تما غادي تلقاو لابليكاسيون وتيليشارجيوها من تما، وامنه بزاف بزاف. هادشي اللي كاين الاصدقاء، نكمل الفيديو ديالنا. عندك أميرة أنا جاي أنا جاي أميرة
لا بغينا نديروا الاصدقاء واحد البلان حيت قربنا نمشيو ان شاء الله. اش كدير هذه ساي؟ بغينا نشريو هذا الشبل اوغمونطا الاصدقاء هو اللي كينفع لينا بنتي بزاف. هذاك ديال لونتي بيوتيك انا كنصح به الصراحه والله حتى مزيان بالله دقه مبطله معايا الله كتبدا في المرض ديالها كنعطيوها هاد لونتي بيوتيك هذا سبحان الله العظيم ربي كيجيب الشفاء. مالك اش بغيتي؟ As soon as she's got a runny nose, yeah. I'll start giving it to her because it stays in the fridge. Yeah, قالك ملي كيبداي يدوز لاني فما كيبداي يدوز لاني فكنعرفوا غادي تبدا تمرض. كنعطيوها الكومونت هذا الاصدقاء ديال الانتي بيوتيك. قالك من بعد من النيوفا كيدوزوا حشاكم الاصدقاء كيدوز ليها للصدر عندها المرض كيدير لها التهاب. لهذا كناخذوا لها دابا هذا الانتي بيوتيك هذا زوين دقه مبطله لهذا غادي ناخذ تقريبا 10 قالت لي لويز خذ شي 10. ونديو معنا ياك We go to the pharmacy now. واحد الخبر الاصدقاء دابا عرفناه غير اليوم ليش باش نقول لكم حيت قلنا في واحد الفيديو غادي نرجعوا ان شاء الله من بعد واحد العام ونص حتى العامين كاع هادشي اللي كنا مأسين الى بغى الله سبحانه وتعالى حتى جاتنا اخبار ديال عم لويز وعمه لويز بغاو يجي المهم عمتها هذيك مرت عمها كتقول لها عمتي هي عمها ومرته باغين يجيو المغرب في هذا العام هذا ما عرفناش امتى بالضبط ولكن في هذا العام يا باغين يبقاو جوج سيمانات ان شاء الله هنا قالك ضروري ضروري بغينا نجيو للمغرب لحقاش كيف قلت لكم راه عارفين جدود لويز شكروا ليها المغرب بزاف والدين لويز بحكم جاو جوج مرات المغرب عجبو المغرب بزاف وشكروه عليهم بزاف ولكن الحاجه اللي كيشكروها بزاف بزاف هذه اللي صراحه كنفتخر بها كيقولوا لهم بان الناس تما مضيافين بزاف ماشي غير العائله هادشي ما شافوش غير من العائله عندي انا شافوا مع البراني البراني كيفاش كيتعامل معاهم بحال اللي كنت قلت لكم على حساب فيل كان كيدوز كيشوفو مسكين كبير كيجيو عندو الناس كيجريو كيعطيو كرسي كيعطيو كراسه كيتهلاو فيه كيقول لي نجيبوا لك اتاي نجيبوا لك شحال من حاجه كيديروها يعني هذه الصراحه افتخرت ببلادي وافتخرت بالناس ديال بلادي لانهم فيهم الحسن الضيافه بحال هكا اللي زوينه وكل شيء عارف الحمد لله علينا ماشي حنا اللي كنهضروا على هذه القضيه هذه دول بزاف كيعترفوا بهذه القضيه هذه وكيذكروها من خلال يعني بحد هذا بدليل بحد ذاته ان راه والدي لويز وجدوده عائلته كامله هما برانيين ومع ذلك شكروا المغرب لحقاش لاحظوا هذا الشيء أمير سكشي المهم هذه احسن حاجه كمير المهم لويز المهم لويز واش انا جايين عمك ومرت عمك Yeah, because they're real foodies as well. Like they love trying new things. They love. كيعجبهم الماكلة البرانية. They love Lebanese, which is quite similar. كتعجب الماكلة اللبنانية قال لك المهم قريبة للمغربية شوية. They're gonna love it, especially Marrakesh, because they like to see all the culture and everything. And I think the best place for that is Marrakesh. قالت لك حتى مراكش غادي تعجبهم بزاف باش يشوفوا التقاليد ديالنا اللي كاينه تما والمساحين بزاف تما وغتعجبهم اكيد مراكش مراكش راه معروفه الاصدقاء حد الدراري الصغار كيبرسطوني انا باغي نهضر على هاد القضيه هادي يا يا اها كملي امي صوري حالك
صافي اي لي واحد بويسه واحد بويسه لا واحد بويسه تدير لي واحد بويسه يلا بويسه شنو هادشي شهاد كيف تصير ميام ميام كيف تصير ميام ميام دوك 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 أنا قلت لكم الأصدقاء وليدات صغار برزدوني الله يحفظهم يا الصراحة الله يحفظهم الله يصلحهم والديهم ولكن واحد الحاجة اللي أنا تبرزت بها وهي علاش كيهضروا فرونسي علاش فرونسي 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 أما وليدات صغار علموهم ما دربهم والو ما دربهم حتى شي حاجة ولكن علاش كيخليهم كيهضروا غير بفرونسي وهما في المغرب هذه ما عرفش القضيه موليدات كاملين صغار تبارك الله ما شاء الله عليهم ولكن عيبه عيبه انت في واحد البلاد ديالك راه هكا باش كنكبروا حنا وليدات عندنا هنايا كيكبروا على السوريين كيف عارفين كيفاش عند السوريين اصدقاء راه شحال من واحد طاري لي هذه القضيه كتلاقى مع شي واحد كيبدا يهضر فرونسي كتجي تهضر معاه ولا شي حاجه انت ما كتفهم حتى مهزه كيولي يشوفك بحال شي بحال شي بخوشه حدا انت كيبدي يشوف واحد تشوفه بحال بحال انت غريب واحد انسان جاي فضائي ولا ما عرف شنو انت في بلادك علاش انا نعطي تحية للأمازيغ الشلوح كاملين الأصدقاء واخا أنا ماشي شلح ماشي أمازيغي وإنما كنشكرهم بزاف علاش كنحترمهم هما كيهضروا بالعربية ولكن ما كيتلاقى الشلح وشلح كيهضروا باللغة ديالهم علاش حيت اللغة ديالهم هادي ودابا أنت ملي كتهضر بحال واحد تلاقيتي به مغربي تلاقيتي فيه بلاد أخرى مثلا فرنسا نيتها تهضر معاه بالعربية وأنت ببلادك كتهضر معاه بالفرنسي عيب راه هذا هو المشكل اللي حنا باقي عندنا في البلاد أصلا بزاف الحوايج الأبناك الورقه الموضة وبزاف الحوايج فيهم فرونسي الورقه الموضة مهم فيها عربيه شويه ندير لك عربيه فرونسي كاين بزاف الحوايج حداك الشيء حنا باقيين محدودين حيت لحقاش عندنا واحد ليميت الاصدقاء عندنا واحد الباريال قدامنا اللي كيخلينا ما كنبقاو محدودين في هذه الامور علاش ما كنحطوش العربيه ديالنا ونفتخروا بالعربيه ديالنا ونهضروا بالعربيه ديالنا ملي كتشوف شي شقون انت كتبغي تقدم عندهم شي حاجه كيبداو يهضروا معاك هضر معانا هضروا بشويه عربيه مزيان هضروا عربيه راه حشومه راه غادي جاي يهضر معاك فرونسي يهضر معاك بلونجلي ما جاتش اللهم انت في بلادك هضر بالعربيه واحترامه فقط انا هذا نظريه ديالي صافي انا راه بنتي راه كنحاول نهضر معاها بالعربيه وراه لويز كتهضر معاها بالعربيه اغلبيه ماشي بعد المره لحقاش لويز باقي مغلوبه الحوايج اللي كتعرفهم بالعربيه كتهضر بهم مع اميره بالعربيه يعني هذو هما الامور اللي باغي نقول لكم الاصدقاء باش ما نبقاوش محدودين في الحياه ديالنا ونوليو عنصريين مع بعضياتنا عرب معانا سالينا درج درج دريش وفقط علاش ما نبقاوش محدودين وصافي الاصدقاء والله هذه نصيحه مني ماشي انا كنقول لك العيب على الناس اللي عندهش لغه مزيان مرحبا والله الحمد لله برافو عليه عنده واحد اللغه ولكن يطبقها في البلاصه الخاصه بها اما واحد بحالك بحاله وكتهضر معاه وكتشوف مسكين مغلوب في امره وكتهضر معاه فرونسي وملي ما كيقدرش يفهمك كتولي تشوف فيه بحال شي حشره قدامك عيب لهذا الاصدقاء نصيحه مني بدلوا هذه العقليه هذه والله هذا نصيحه قلتها وصافي كاين اللي ما غاديش يتقبلها مني بزاف ما يتقبلوهاش ولكن اغلبيه راه غادي يتقبلوا هذا البلان وغادي يفهموني علاش انا داوي هذا باش ما نبقاوش حنا في واحد الحدود تبقى محدود في الحياه ديالك حنا هذا هو البلاد اللي عندنا فيها المشكل حنا عنصريين مع بعضياتنا شي اللي غنقول لكم الاصدقاء المهم اخوت دابا غادي ان شاء الله الفرماسيان باش غادي نمشيو نتقداو داك الشيء اللي قلت لكم باش غنوجدوه على حساب لونتي بيوتيك ديال الاميره ناخذ 10 ان شاء الله الا بغى الله وهذا الشيء اللي كاين وكان صاحبي الصراحه قلت له الله يجازيك زوين بزاف بزاف لونتي بيوتيك مخير واحد الدرجه زوين هذا الشيء اللي كان الاصدقاء شكرا لكم بزاف تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر سلامه وما تنساوش طاب طاب سنت بغيتو الكودات غادي تلقاو المعلومات كامله في الديسكريبسيون الناس اللي ما عارف شنو هو طاب طاب سنت واحد الابليكاسيون اللي كتصيفطوا بها الفلوس اللي ما كتدي لكم والو كتصيفطوا فابور الناس ديال الجاليه المغربيه دخلوا للديسكريبشن وغادي تلقاو كل شيء ان شاء الله في صندوق الوصف مع السلامه